رجعنا لكم تاني. كنا قبل الفاصل كنا بنقول عندنا خبر من الاخبار الحصريه. المايك معاك هاني، كنت عايز تقول لنا على احد الاخبار الحصريه في اخبار الميركاتو الصيفي تحديدا في مركز المهاجم. طيب هو تحديدا فكره المهاجم في النادي الاهلي دي بقى لها سنين، النادي الاهلي محتاج مهاجم والجمهور كله بيتكلم ولجنه التخطيط ومجلس الاداره والكلام ده كله. الفتره اللي فاتت كان في بعض الكلام عن موليكا وغيره وغيره وغيره. انا بقول لحضرتك ان في مهاجم بيلعب في سانت تيان، المهاجم ده ايفواري اسمه كراسو او كراسو، ده كان في مفاوضات معاه في يناير وكولر بالمناسبه وافق على ضمه وشافوا ان هو خيار رقم 2 بعد موليكا. الاهلي ابتدى يجدد اتصالاته مع اللاعب مره اخرى واللاعب عقده ينتهي مع نادي سانت تيان ويحق له التوقيع لاي نادي. الفقره دلوقتي الفكره ان في مفاوضات مع اللاعب على الراتب السنوي، واللاعب عايز ياخد راتب سنوي كبير على اعتبار ان هو جاي في صفقه انتقال حر. الاهلي بيحاول يقنعه ان هو يقدم له مقدم تعاقد، يعني زي منحه تعاقد كده مثلا وليكن مليون او مليون ونص دولار، وبعد كده يظبط معاه الراتب السنوي بالشكل الذي يتناسب مع خزينه النادي الاهلي. المفاوضات معاه بنسبه 80% قربت على الانتهاء، يتبقى ال 20% دي حاجات بسيطه ربما يتم تغييرها، لان كمان في ملف جاي من المكسيك. الكابتن هاني رمزي كان بيتفرج على كاس العالم للشباب ومعاه ملف مجموعه من اللعيبه المميزه اللي تحت السن اللي الاهلي يقدر يستعين بيها، ثلاث لعيبه تحت السن اجانب، فهو ممكن يبصوا عليهم لو لقوا حد افضل بالناحيه الماليه والفنيه بالنسبه للنادي الاهلي ربما يكون يجمد الاتفاق مع كراسو. بس لكن هو المهاجم او الاسم الابرز للانضمام للنادي الاهلي في خط الهجوم حتى اللحظه اللي بنتكلم فيها حضرتك دي، لان الكره طبعا فيها متغيرات كتير جدا، بس لحد اللحظه دي كراسو هو المهاجم الابرز والاسم الاكثر قوه للتواجد في النادي الاهلي. اذا الخبر يا جماعه نقلا عن هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، عندنا لعيب من سانت تيان الفرنسي عنده 26 سنه شارف على يعني المفاوضات ما بينه وما بين اداره النادي الاهلي، شارفت على الانتهاء تقريبا بنسبه 80%. لاعب اسمه كراسو او كراسو، لعيب من سانت تيان الفرنسي عنده 26 سنه، ده قاب قوسين او ادنى ان هو ينضم الى صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي في مركز المهاجم الصريح. ده خبر رقم واحد.